في هذه الايام مفتوحه. حنا قمنا بواحد يعني دي بروموسيون باش نشجعوا الناس انهم يجيوا يشريوا السيارات المستعمله بكل امان. وكيف ما كتشوفوا راه ان ازيد من 200 طوموبيل اللي كاينه معروضه هنا في هذا الميغا ستور ديال الياقوت، ونفس السيارات اللي كاينين معروضين هنايا راهم موجودين في المنصه الرقميه ديالنا autocaz.ma. هذا المعرض ان ممكن الزبون ديالنا يجي عندنا وكيشري السياره بدون مفاجآت، لا من خلال تلاعب في الكيلومتراج ولا في اللوحات الرقميه ديال السيارات ولا اي حاجه. يعني هنا كيجي كياخذ سيارته بكل امان واطمئنان، وان عمليه البيع والشراء كتدوز في واحد الظروف شفافه جد شفافه. يعني ان الزبون ديالنا كيدي معاه لا فاكتور ديالو، كيدي معاه الكونطرا داشا او بيان دو لافونت ديالو، وان العمليه كتقوم بحال انه كيشتري سياره جديده اللي كاينه في المارشي. السوق السيارات المستعمله ما كانش مقنن في المارشي ماروكان، اوتوكاز جات باش تقنن هاد السيارات، يعني بيع وشراء السيارات المستعمله. حنا السيارات كاع اللي كنعرضوا في المعرض ديالنا هنايا الميغا ستور اللي كاين في الياقوت ضرب عمر كيخضعوا 120 نقطه تفتيش، وكنقوموا بالصيانه ديالهم باش نقدمهم في احسن حله للزبناء ديالنا في المنصه الرقميه ديالنا autocaz.ma. لان اللي ممكن الزبون في اي مدينه كان ممكن يتصفح هذا لو سيت ديالنا ديال autocaz.ma، ومن خلاله يلقى السياره ديالو على حساب البيدجي اللي بغى، يعني الثمن اللي بغى، على حساب لا مارك اللي بغى، على حساب الموديل اللي بغى، وحتى لا كاتيجوري. يعني الا بغى اي سي في ولا بغى سيتادين ولا بغى كومباكت ممكن، يعني هاد المنصه الرقميه كتسهل عليه عمليه البحث والتصفح. السيارات ديالنا كلهم تقريبا كتعطى فيهم الضمان حتى لست شهور. الو كنقول للزبناء ديالنا مرحبا بكم، اجيو عيشوا التجربه ديال شراء سياره مستعمله عندنا، وغادي تمشيو ناشطين. اي فوزالي باسي دو بون مومون شينو. مرحبا بكم.